السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أصدقائي. النهاردة شرح فيديو جديد، زي ما هو ظاهر من عنوان الفيديو، حل مشكلة فشل الدخول لتطبيق ببجي أو لعبة ببجي من خلال الفيسبوك. المشكلة دي أصبحت تظهر لأغلب الناس ومش عارفين لها حل. إن شاء الله بنشوف الحل الصحيح والطريقة الصحيحة في هذا الفيديو. كل اللي بتمناه، يا ريت لو مش مشترك في القناة تنزل تشترك في القناة وتابع الفيديو للآخر، إن شاء الله حل المشكلة فيه. أول خطوة معانا يا شباب، لازم تتأكد إن حساب الفيسبوك اللي أنت بتدخل بيه على لعبة ببجي ما هو اللي مفتوح على الهاتف، يعني مش حساب. لو أنت عندك حسابين فيسبوك، تأكد إن اللي مفتوح على الهاتف هو الحساب اللي أنت بتدخل بيه. الخطوة التانية، بنروح بنحمل هذا التطبيق، اسمه أربع وحايد، تمام؟ تبحث عنه في متجر جوجل وبعدين بنضغط فتح وبنضغط التالي وبنعمل قبول. وهنا أصدقائي بنضغط على العلامة الزر دي وبتنتظر ثواني علشان يتم تفعيل الفي بي ان، وأول ما يفعل بنروح للخطوة التانية وهي إننا بندخل على لعبة ببجي. ننتظر يا أصدقائي، ننتظر بعض الثواني. وهنا في اللعبة، يا إما اللعبة بتفتح معاك على طول بتدخل اللعبة مباشرة، أو بيظهر لك الشاشة الرئيسية للعبة اللي هو بتضغط على حساب الفيسبوك وبيدخلك داخل اللعبة. هنشوف معانا، ننتظر بعض الثواني نشوف إيه اللي هيحصل. ننتظر يا أصدقائي بعض الثواني، وزي ما احنا شايفين اللعبة فتحت معانا مباشرة. اللعبة فتحت معانا مباشرة. يا رب يكون الشرح أفادكم.